اتفقت نقابة الصحفيين العراقيين والأمم المتحدة على اعتماد آلية جديدة لتعزيز الإجراءات المتعلقة بحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب. وقال نقيب الصحفيين العراقي مؤيد اللامي في كلمات له خلال الاتفاق الذي جرى في نقابة الصحفيين العراقيين أن الاتفاق الجديد الذي أبرم مع خبير الأمم المتحدة المنتدب نوبي مندل سيعزز جهود النقابة في تأمين حماية إضافية للصحفيين من خلال زجهم بدورات متخصصة في كيفية العمل بظروف المعارك، إلى جانب متابعة موضوع الإفلات من العقاب، خاصة وأن العراق يحتل المرتبة الأولى في عدد ضحاياه من الصحفيين بعد أن بلغ عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ عام 2003 472 شهيداً. من جهته أكد خبير الأمم المتحدة المنتدب أن تطبيق الاتفاق الجديد سيضع العراق أمام تجربة رائدة في مجال حماية الصحفيين ومنع مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من الإفلات من العقاب.